هننتقل بقى لنقطة تانية وموضوع تاني. زي ما أنا ذكرت طبعا في الانترو، هنتكلم عن ضيق القناة العصبية. حابة أعرف بقى من حضرتك، عشان قد طبعا نوعي لكل الناس اللي بيشوفونا النهاردة، المريض هنا بيشتكي من إيه؟ كويس. ايه هي القناه العصبيه؟ احنا كنت لسه مسألين السؤال ده. بسألك قبل الهوا على طول. احنا عندنا العمود الفقري عباره عن فقرات كتير قوي مرصوصه من الرقبه للفقرات الصدريه للفقرات القطنيه. جوه كل فقره، جوه كل مكعب في فتحه. الفتحه دي لو حطيتي فقره فوق الثانيه فوق الثالثه بتعمل قناه يعني بتقول باللغه الدارجه كده الفواصل اللي بين الفقرات، حلقات هتحطيها فوق بعض هتعمل قناه عصبيه. بتاخد الاعصاب وهي نازله من الراس، بتنزل لغايه لما تنزل لغايه الفقرات القطنيه والعجزيه تحت. فدي فكره القناه العصبيه. طب يعني ايه ضيق؟ احنا عندنا المفروض مثلا القناه ديت مثلا نقول مساحتها 5 في 5، ربنا خلقنا كده. تمام. الضيق معناها المقاسات دي بتقل. عندنا نوعين، في نوع اللي هو الخلقي، يعني حد تلاقي شاب صغير في السن بيشتكي اتولد بيها هو متولد كده بالظبط. ونوع التاني اللي هو اكثر شيوعا، ان ده بيحصل مع الوقت. هتقولي ازاي بيحصل؟ مع الوقت بيحصل تريح في الغضروف، ان هو نفسه بيريلاكس شويه، الحزام الخارجي بتاع الغضروف، فبيخش جوه القناه العصبيه ضيقه. بيحصل شويه تكلسات ترسبات مع السن، زي بتعمل خشونه في الركبه، بيتكلس جوه القناه العصبيه. طب هو بيدخل جواها يا دكتور ولا بيضغط عليها فبتضيق؟ ما هو داير داير، لما بيحصل ترسبات فبتضيق. يعني تخيلي انت عندك الحوائط كده، بيحصل جواها ترسبات فبتضيق مساحه الاوضه. صح. هي دي فكره او مصطلح دي قناه عصبيه. فهو مرض بيزيد مع الوقت. ازاي؟ المريض بيشتكي من ايه؟ اكتسبها من عوامل حواليه، ممكن زياده في الوزن، ممكن وقع، ممكن اي حاجه. الحقيقه زياده الوزن تبقى اكتر في الانزلاق الغضروفي، مش في دي قناه عصبيه. ومرضين دول الحقيقه مختلفين شويه. دي قناه عصبيه تلاقي العيان بيشتكي من ايه؟ يقول لك انا وانا قاعد مفيش حاجه، شويه تمرين خفيف. اجي ابتدي امشي الاقي بعد شويه رجليا تتقل عليا، ممكن او يقول لك وجع بينزل في الرجل او تميل او خذلان، كل دي مصطلحات. بعد مشوار محدد مثلا بيمشي كيلو او نص كيلو يحصل كده، بعد كده يبتدي يتحني شويه بظهره وهو ماشي، بعد كده بيقدرش يضطر يوقف في نص المشي المشوار ويريح شويه، بعد كده يكمل مشوار تاني. الكلام ده لو في الاول يقول لك كيلو، يجي يقول لك السنه اللي بعديها بقت نص كيلو، السنه اللي بعديها 100 متر، بيوصل في الاخر ان هو دوره بيخش الحمام في البيت، الكرات في البيت. فهو الموضوع كل ما بتزيد الترسبات، كل ما الاوضه تضيق، كل ما الاعصاب تتخنق، فالبرفورمانس او الاداء يقل، تلاقي المشوار اللي بيمشيه اقل. مراحل بعد كده يقول لك انا حتى وانا قاعد رجليا بتبقى على طول منمله. في بعد كده ممكن يحصل شويه اضطرابات في التويلت، ممكن ناس يبقى بيسيب عليها البول شويه، التحكم فيه ضعيف. او ناس ثانيه يبقى عندها امساك. دي مراحل بقى التعب او مراحل المريض بيشتكي من ده. في برضه المراحل متطوره قوي، يقول لك انا وانا ماشي بقيتش احس بالشبشب بيقع مني. او ركبتي بتفك. فقد احساسه برجليه. طبعا كتير ده كده، ده مرحله متطوره او متقدمه، ان هي ابتدى يحصل لي ضعف في الحركه. واحنا كجراحين عمود فقري ما بنسمحش بتطور ابدا ضعف الحركه، لان اللي بيروح في الاعصاب ما بيرجعش. فانا ما ينفعش اسيب العيان عمال يضعف قصادي رجليه لغايه لما يقعد خالص، وبعد كده اقول له هتدخل، لان انا كده لو اتدخلت في الوقت ده انا مش هفيد. النتيجه مش هتكون زي الاول. اللي راح راح. طيب التدخل بقى دكتور، يعني جه حضرتك وشخصته ان هو عنده ضيق في القناه العصبيه، العلاج بيكون ايه او طرق العلاج عموما بتكون ايه؟ بص حضرتك، احنا بنخش يعني بقيم العيان على كذا حاجه. انا لو عيان داخل لي لسه الموضوع حديث معاه بقاله 6 اشهر او حاجه، في ضيق القناه العصبيه بيمشي مسافات طويله، ضيق القناه العصبيه في الاشعه مش جامد، فابتدي الاول معاه بالعلاج الدوائي. في ادويه كتيره جدا بنستخدمها، سواء حاجات بتقلل الام الاعصاب او سواء حاجات مغذيه للاعصاب، مجاميع كتير قوي من الادويه. في كتير من العيانين بيتحسنوا على الموضوع ده، ممكن بعد كده نعمل لهم علاج طبيعي هكذا. اذا حصلش تحسن ممكن نعمل حقن في العمود الفقري. الحقن برضو نقول ده مش عمليه، ده اجراء صحيح تدخل محدود، بس هو تحت المصطلح اللي هو تدخل محدود، مش معناه انه عمليه. فهو ممكن يكون اجراء مؤقت. بنحقن ايه؟ بنحقن حاجتين، ممكن نحقن صفائح اللي هي البي ار بي اللي هي المركزه، او ممكن بنحقن كورتيزون. ده ليه فوائد. كل ده تحت بند تدخل دوائي، او ده احنا بندي كده دواء تحت بالزبط. بند الدواء. فعشان الناس ما تخلطش بين ده وبين عمليه المنظار، دي ابره والثانيه فتحه صغيره. فلا، دي علاج دوائي والثانيه هتبقى عمليه هنتكلم فيها لسه كمان شويه. العين لو اتحسن اوكي خلاص هنكمل بالعلاجات التحفظيه. تمام. العين لو ما اتحسنش نقدر نعمل ايه؟ نقدر نعمل ترد حراري. ترد حراري ده عباره عن ابره بندخلها على العصب، بنعمل بنعدل كهربة العصب، الوجع ممكن يتحسن. بس هي لازم ننبه العيان لحاجة، ترد حراري ده إجراء مؤقت.
انت هتخش صحيح اوضه عمليات هتعمل اجراء بس هو مؤقت، هتيجي كمان 6 أشهر او كمان سنه هتشتكي. طب ايه الاجراءات النهائيه؟ ان انا احل المشكله. طبعا انا عندي ضيق في قناه عصبيه، مقاس قناه عصبيه ضيق قوي ضيق، عايز اوسعها، عايز ارجع الحبل الشوكي لمقاسه. صح. الطبيعي كان بيتعمل ازاي في الاول؟ بالجراحه، جراحه الميكروسكوبيه. يعني ايه جراحه؟ بفتح الظهر جلد وعضلات مسافه على حسب، فانا لو عندي فقره واحده بفتح لها 5 سم، فقرتين فوق بعض 10 سم، 3 فقرات 15 و20. مشكله دي قناه عصبيه بالذات حاجه مهمه قوي، انها بتحصل لنا في السن الكبير اكتر، لان احنا قلنا هي مشكله بتزيد مع الوقت. طبعا دي حاجه. الحاجه الثانيه، السن الكبير ده بيكون عنده مشاكل صحيه كتيره. فانا لما بفتحه بعرضه لمضاعفات كتير. بتحاول ان انت دايما تستبعده عن الجراحه دلوقتي. طيب السن الحل ده ايه بقى؟ البديل بتاعه بتاع المنظار. المنظار ده مفتحه 0.5 سم، اقدر اعمل نفس العمليه اللي جوه بنفس الشكل. بالعكس ده بيكون ادق اكتر، لان انا بشوف الحبل الشوكي مكبر 15 مره من تكبير عيني. فرغم ان انا بفتح في الجراحه فتحه كبيره، بس انا بشوف تكبير عيني العادي. لكن منظار لا، انا بفتح فتحه صغيره جدا. يعني هنا المشكله دي بينفع معاها تدخل بالمنظار. بالظبط، وحليت له مشكله زيها زي الجراحه بنفس الكفاءه. طبعا لقيت الموضوع فتحه طبعا صغيره لتجنب مضاعفات كتير. الفتحه الصغيره دي يا دكتور النص سنتي ده لكل فقره؟ كل فقره بزود لها خرم. فانا لما افتح 5 سم في الجراحه، لا انا المنظار كل فقره بزود لها خرم. تمام. طب ايه المميزات؟ الموضوع مش تجميلي. انا بفتح الجلد فتحه خرم، فبالتالي الانسجه اللي تحتيه ما اتفتحتش. بتبقى برضو العضلات سليمه زي ما بيقولوا، بتخلي المريض بصحته. بالزبط. ما يتعرضش لاي مضاعفات. بالظبط، ما يحصلوش نزيف بعد العمليه. الوجع ضعيف جدا، ما يحتاجش ان هو يرقد في السرير خالص، بقلل الحالات اللي محتاج فيها تثبيت فقرات. فيا ريت لو ورونا صوره هتشوفوا ازاي الفرق بين الجراحه وازاي الفرق بين المنظار. المنظار على الشمال يا فندم ده الحبل الشوكي بالجراحه، الظهر ده مفتوح شايفين. صعب قوي. تمام. طيب على اليمين ده البديل اللي في النص الصوره، ده المنظار فتحه 0.5 سم و0.5 سم، اللي هو المنظار داخل في ظهر العيان. الصوره اللي على اليمين خالص بقى ده الحبل الشوكي بالمنظار. فانت شايفه المقارنه بين الحبل الشوكي على اليمين خالص وعلى الشمال. على اليمين الصوره كبيره جدا، وفي نفس الوقت هي من الفتحه صغيره خالص. ايوه. على الشمال ده التقليدي، الفتح كبير جدا والحبل الشوكي احنا شايفينه مقاس مصغر. صحيح. جدا. طبعا ده تطور هايل هايل، يعني هو كفايه الصوره مفيش بقى هنا موضحه طبعا جدا قدامنا. وطبعا الفتحه صغيره جدا، غير طبعا الجراحي اللي احنا فتح جراحي والعمليه ادق، لان انا شايف الانسجه اكبر من حجمها. صح.